هذه من الأحياء الراقية، الظاهر أن رقي الأحياء من رقي أهلها، وكما يقال العقل السليم في الجسم السليم. إذن البيئة النظيفة تبرهن على نظافة العقول، نظافة الأدمغة، رقي في التعامل، رقي في الاختيار، ورقي في التواصل والتجانس. من الولايات المتحدة الأمريكية أنقل لكم هذه الصور. في هذه الأماكن تحس أو تحس أو تشعر بمعنى الخصوصية، بمعنى احترام الغير، بمعنى لكل ذي حق حقه. الإنسان لا يعطي الحق لنفسه للتصرف بأشياء الغير أو بممتلكات الغير. هناك قواعد إنسانية وأخلاق معترف بها وأخلاق مشبع بها كل فرد، لا تحتاج إلى تذكير إلى تذكيره أو التذكير بما هو صائب أو غير صائب. كل يحترم نفس القواعد للرقي بالإنسانية. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.